السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التويتة دي عملت قلبان في التويتر. التويتة دي عبارة عن ايه؟ ايلون ماسك صاحب التويتر اللي اشتراها قال الحساب الموثق ليه ان هو يقرأ 6000 بوست كل يوم، يعني شاف رقم كبير يعني مش صغير. والحسابات الغير موثقة، موثق او غير موثق، اللي هي العلامة الزرقاء اللي فوق ديت، ودي عبارة عن ان انت تدفع فلوس، يعني مش فكرة حساب موثق ولا مش موثق، قد ما فكرة دفعت هتعدي، ما دفعتش مش هتعدي. فبيبقى ليك ان انت تقرا 600 تويتر في اليوم، وانا شايف ان هو رقم حلو. الحسابات الجديدة عشان لو حد حب يعمل حسابات اخرى بحيث يقرا عدد اكبر، هيقرا 300 بوست او 300 تويتر في اليوم. ده معمول ليه؟ ده معمول مش للناس العادية، ده معمول للحد من التطبيقات او العناكب او الذكاء الاصطناعي اللي بيقرا البيانات ويحللها. ليه؟ لان هو كان المفروض ان حسب الاتفاقيه ان تويتر بتاخد فلوس من اوبن اي اي في مقابل انها بتديها الداتا بتاعتها وتشارك معاها في مقابل 2 مليون دولار، لكن ايلون ماسك كان عايز يزود المبلغ فهم رفضوا، فهو بيمنعهم ان هم ياخدوا اي معلومات من عنده. وبقيه المواقع وبقيه الاماكن اللي هي بتحلل الداتا كان ممكن اي حد يروح عامل تطبيق وياخد يستعين بالداتا بتاعت تويتر، وهي داتا عملاقه جدا. في ناس كتيره لازم تكتب بتويتر يوميا وكتير يعني، فهو بيحاولوا انهم ياخدوا الداتا دي ويحللوها. الداتا دي المفروض ان انت تشتريها لو موقع تانية، فهو بيقول لاخواننا اللي عايز يشتري داتا يدفع بقى فلوس. هي دي الفكرة من التويتر اللي عملت القلبات. هو يعني قال ان نفس الفكرة دي هتحصل بعد كده في الفيسبوك، وهتحصل في بقية السوشيال ميديا، ان هيبقى ليك حد معين ما تجيش عنه، بعد كده يقول لك لا، لو انت عايز تكمل بقى تصفح كل يوم تدفع فلوس. ودي نقطة خطيرة، ان هو طول ما هو مستفاد منك هيديك الحاجة. لو هو مش مستفاد منك، او المعلنين قالوا لا احنا ما بنستفادش من الناس اللي هم في الشرق الاوسط او في الدول العربيه، يقطع عنك. تمام، زي كان مسموح كل حاجه، نزل اوبن اي اي قال لك ما عدا بعض الدول، كان طبعا اغلب الدول العربيه موجود فيها، بالاضافه طبعا للصين وروسيا. في الامر واضح ان ممكن في اي لحظه يعمل تكنولوجيا هايله وما يدهلكش، انت مش تقدر تجبر على حاجه، لازم انت اللي تبدا تخترع، ولازم انت اللي يبقى عندك بديل و والحاجات دي كلها. فلازم احنا نبدأ نشتغل نفسنا ويبقى عندنا مواقع بديلة زي ما الصين عملت وبقت حاجات بديلة. طيب بالمناسبة، بما ان احنا بنتكلم على تويتر، في حاجات اللي هي الترندات. بص، اول ما تلاقي حاجة مش عايزها، تمام، ممكن تدوس هنا. انا مش عايز اتابع اخبار الصراحة ديت، اقول لا انا مش انترست. ده هو بعد فترة بيسجل ماهر شريف، معرفش يمين، مش عايز اعرف. تمام، رضا شربيني مش مهتم برضه. تمام، اخلي الاخبار اللي هي بتاعت مثلا فلسطين، الاخبار اللي هي المهمه، اي اخبار مهمه ممكن تكمل تدوس عليها وتتابعها. الحاجات اللي هي مش مهمه ابدا ان انت تشيلها، ما تجيلكش. الممثلين والافلام والحاجات دي كلها شيلها، بعد فتره ما تلاقي فعلا تويتر بقى مفيد، وبقى كل الحاجات اللي بتعرض حاجات مفيده دنيا واخره ان شاء الله.